جده. حنايا متواجدين هنايا في مدينه تازه. جينا النادي الملكي للدراجة النارية نظم الطواف العاشر للمسيرة الخضراء. لبينا نداء الملك صاحب الجلالة نصره الله. وهذه المرحلة العاشرة ديال النادي الملكي للدراجة النارية تنظم فيها هذه الخرجة. اي النادي الملكي للدراجة النارية بيان سور كاين هنايا في المغرب، ولكن عندنا فروع في امريكا في اورلاندو، وعندنا فرع كذلك في هولندا. ولكن هذه المرة هذه كيف ما العادة جاوا معنا ناس ثانيين، دراجون ثانيين من دول مختلفة كالان دولة الامارات العربية المتحدة، بلجيكا، فرنسا. جينا من احنا في عدا البيضاء التحقنا بالاخوان ديالنا من النادي الملكي للدرجة النارية بمدينة الرباط، وهناك كانت الانطلاقة. من ثم جينا هنايا لمدينة تازة اللي كنشكروها وكنشكروا عامل صاحب جلالة الملك. هذه المرحلة الثانية في تازة. هذه المرحلة الثانية في تازة للنادي الملكي تيزور هذه المدينة هذه، وتنشكركم على هذه الاستضافة. طبعا احنا ان شاء الله متوجهين من مدينة تازة، غادي يكون عندنا كذلك وقفة ان شاء الله في مدينة ايرفود، وغادي نكونوا ان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله للزاكورة، من زاكورة غادي نمشيو وغادي نكونوا ان شاء الله في مدينة العيون، اللي هنالك غادي نتسنتوا وغادي نسمعوا الخطاب جلالة الملك نصره الله، ومن ثم غادي نمشيو ان شاء الله لمدينة اكادير، ومن بعد مدينة الصويرة، وعاد غادي نرجعوا ان شاء الله في هذا كل واحد لدارو. طبعا من هذا المنبر كنبغي نوجه احر التهاني لصاحب الجلاله نصره الله الله يحفظه لنا، وطبعا كذلك للشعب المغربي. وحنا متواجدين هنايا لرفع الرايه المغربيه، وسنظل نرفع الرايه المغربيه اكيد، لنهتف بصوت عالي ان الصحراء مغربيه وستظل مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها ان شاء الله. وهذا فخر لنا اننا نكون متواجدين هنايا، وانا متاكده ان الناس اللي غادي يشوفوني ويسمعوا لي كيتمنوا حتى هما يكونوا في هذه الوقفه هذه، ولكن رايه المغرب كترفع بالدراجه الناريه وكترفع باليد وبرجلين، يعني بالسياره وباي طريقه، واخا غير كلمه تنرفعوا بها رايه المغرب، لان هذا البلاد هذا كيستاهل منا. تبارك الله عليكم. شكرا جزيلا. عاش الملك، عاش المغرب، عاش المغرب، وعاشت الصحراء دائما المغرب. ان شاء الله غادي تكون